السلام عليكم، معكم طارق فايف ستار مباشرة من مدينة الحسيمة. جينا في إطار التشجيع ونقولوا للناس باش يجيوا الحسيمة، باش يجوا بكثرة ويجوا يزوروا الحسيمة. الحسيمة المدينة الهادئة، الناس ديالها مزيانين الحمد لله، خرجنا يعني ما كاينش المشكل. احنا مع الناس ديال الحسيمة في مطالبهم المشروعة كجميع المغاربة في المطالب المشروعة، فاحنا معاهم 100%. وانا كريفي وان حاضر من المناطق الريفية وان حاضر من مدينة بودينار. راه هي دوري دوري الكاميرا شوية نشوفوا بودينار، راه هي وراها الجبل من مدينة بودينار. كنقول للناس يجيو الحسيمة بكثافة ويجيو يشوفوا هذه المدينة الجميلة. وتبارك الله عليكم، وتحية من طارق للناس ديال المغرب كاملين من طنجة للقويرة. وحنا خوا، حنا جينا بعد الحسيمة باش يلا شي حاجة، لان حنا جايين بلا فلوس، ونعاود نقولها مع بلا فلوس، حنا جايين متطوعين وجينا باش نبينوا اننا راه ماشي هادو بوحدهم وهادو بوحدهم، حنا راه مغاربة كاملين ويد وحدة واخوة. وهم معنا دراري صحابنا ريافة، هما جاو عندنا كنريحوا كنهضروا كنضحكوا، شربنا معاهم قهوة، ما عندناش معاهم المشكل، وما عمر المشكل غادي يكون تحت لواء الله الوطن الملك. بيس. We'll be right back.